طيب الله أوقاتكم بكل خير. جلسات محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا وطالبت باتخاذ تدابير لوقف إمدادات الأسلحة لإسرائيل كانت بمثابة جلسات تدريب لقضايا يمكن أن تواجهها الولايات المتحدة وبريطانيا. لعنة صنعتها إسرائيل بما فعلت في غزة وصارت تلاحق حلفائها، هي أخصائي المذبحة وهم أخصائي السكاكين وكلهم يوما إلى المحاكم يساقون. رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب البريطاني كشفت مؤخراً أن الحكومة حصلت على مشورة قانونية بشأن إمداد إسرائيل بالأسلحة ولكن لم تنشرها، ما دفع صحيفة الأوبزيرفر إلى القول إنه لمن المؤكد بأن بريطانيا قد توصلت إلى استنتاج مفاده أن إسرائيل لا تلتزم بالقانون الدولي وهذا هو القرار القانوني الذي يتوجب عليها قبوله. لماذا أخفت حكومة ريشي سوناك تلك المشورة تحديداً؟ وما هو الموقف القانوني للحكومة إذا ما تعرضت للاتهام بالتواطؤ في جرائم الإبادة الجماعية؟ وما هي أهمية قرار العدل الدولية بالنسبة لمصدر الأسلحة الآخرين إلى إسرائيل؟ الكل يعرف أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي، بل أنها تسخر منه وتستهزئ بمؤسساته، وأعمال الإبادة الجماعية تمضي قدماً على كل وجه للجوع والقتل والتدمير في غزة. محكمة العدل الدولية أملت في 26 يناير الماضي على إسرائيل أن تتخذ تدابير لمنع الإبادة الجماعية، فتمادت إسرائيل في جرائمها وشحنات الأسلحة إليها لم تتوقف. صرخ المئات من القضاة والمحامين ونخبة السياسة والقانون في بريطانيا، وريشي سوناك ظل في فريق صم بكم لكي لا يفقهون. الجوع ينهش أجساد الأطفال في غزة والقصف لم يتوقف حتى طال 7 من موظفي المطبخ المركزي العالمي. هنا اندلع الأنين الذي ظل مكتوماً عن 33,000 فلسطيني قتلوا قبلهم، عشرات الألاف ممن وجدوا ملاذاً في المستشفيات على اعتبار يعني أنها محصنة بالقانون صاروا ضحايا لحرب إسرائيل ضد المستشفيات. القوة العسكرية الإسرائيلية خاضت معركة استراتيجية ضد أسرة الجرحى ومحاليل المغذيات ومواد التعقيم واستهدفت المرضى واعتقل الأطباء والممرضون أو قتلوا مع مرضاهم. معركة أثبتت للمستشار القانوني البريطاني ما ليس بحاجة إلى المزيد من الإثبات، ولكن مشورته دفنت كما يدفن الأحياء تحت ركام منازلهم في غزة. استعرض محامو الدفاع الألمان عضلاتهم القانونية كلها لنفي اختصاص العدل الدولية في قضية نيكاراغوا. راهنوا على القول إن الإبادة الجماعية لم يصدر بها قرار بعد، وأن أسلحتهم تصدر إلى إسرائيل بناء على مراجعة متواصلة للأوضاع على الأرض، مراجعة لا ترى أن الأرض تحترق وأن عشرات الآلاف من جثث الأطفال والنساء ليست معركة للدفاع عن النفس، وأن الصواريخ والقنابل صنعت خراباً لا علاقة له بمواجهة فصيل بعينه من الفصائل الفلسطينية. الإبادة الجماعية في الفقه القانوني الألماني لا تكون موجودة حتى يصدر بها قرار، ساعتها يشبع ضحايا المأساة موتاً ويشبع القانون من القانون من بعد دفنهم وتندلع الذنوب. جلسة التدريب علمت بريطانيا كيف تسخر من مستشارها القانوني الخاص وكيف تدفن أدلة الإبادة الجماعية في أرشيف غيرها من الجرائم لكي تمضي صادرات السلاح كالمعتاد، لكي يقتل الفلسطينيون كما قتل الذين من قبلهم كالمعتاد، والصم والعمي البكم ليس من مصالحهم أن يفقهون. كيف لبريطانيا أن تنجو من المساءلة ولو بعد حين؟ وماذا يمكن لمحكمة العدل الدولية أن تقول؟ وهل يعقل أن تطلب من إسرائيل تدابير مؤقتة لمنع المذبحة ولا تطلبها ممن يزودونها بالسكاكين؟